استاذ علي. زي ما قال الاستاذ محمد رجب، دي مبادره فارس. فارس بمعنى ان هو واحد بيبقي دايما يفضل مصلحه الوطن على مصلحه النادي. نعم. في عز ما كان بيتقال ان الدوري يستمر والدوري بتاع، هو كان يرى ان الدوري يجب ان يلغى والزمالك الاول. يعني هي المساله برضو انت مع رجل ما يقوله في الغرف المغلقه هو اللي بيقوله في الاعلام، هو اللي بيقوله في اي حته. نعم. فهو ساعه ما بيقول انا في ظهر الوطن، انا في ظهر مصر، انا واخد بال حضرتك، وهو بيقول كده وهو يعلم جيدا ان الفتنه بين الاهلي والزمالك ربما تكون اعنف من الفتنه بين مسلم ومسيحي.